شنو كتب؟ لا 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 ما تكعش ويلي 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 غنفجروا هاد البالونه باش نعرفوا جنس الجاني. ما بقاش ما تكونش حامله. اوكي السلام عليكم زازلوس افردوس، مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي، فيديو جديد ومقلب جديد. هاد المقلب هذا غنديروه في ولدنا يونس، والمقلب هو غنقولوا له بلا ابتسا حامله. يا سلام. وباش يتيق خيلوا معايا غنديروا حفله جنس الجنين ويلي، ونزيد كابتسام. غادي نديروا حتى التحدي ديال اختيار اسم الجنين. بلاتي بغيتي واحد الحاجه، شنو عاوتاني؟ بينوا لي الملامح ديال البيبي في التلفازه. نشدوا فيديو ديال شي بيبي ونديروا في التلفازه نقولوا له هذا هو اللي كاين في الكريشه ديال ابتسام. يعني غيكون مقلب هربان ديال بصح. هادشي كامل اللي غنديروا، الهدف منه هو نخليو يونس يتيق البرانك، يتيق باللي انا حامله. ليتس جو نبداو المقلب في يونس. ابتسام بسلامه، فين غتمشي دابا؟ بارا باش نجيب التيست. عقبالك ابتسام. يونس دور، راه موجدين لك واحد المفاجاه. وريها ابتسام شنو كاين تما. واحد زوج ثلاثه ديال اش هذاك؟ ديال ولاد المحل. الولد المحل ديال الحمل. هذا تيس ديال الحمل. ايه. وعرفتي شكون اللي جاب هذا؟ ماما. حيت حنا شاكين بلا تقد تكون حامله. شبان لك يونس؟ المهم هو راه عارف هذا حيت استعملناه في كاع الفيديوهات ديال الحمل. دابا ماماك غدير التيست وغنشوف واش حامله. مستعد؟ متحمس؟ متحمس. يلا هكا ابتسام سيري ديري التيست. المهم الاصدقاء، يونس عارف باللي الا كانت شرطه وحده يعني ما حاملاش، ولكن الا كانوا فيه جوج شرطات يعني شنو؟ حامله. غير شويه غير سمعنا، دابا حنا كيفاش غنديروا جوج شرطات؟ وانا قلت غادي نستعمل هذا وفي نظرك غيجي ناضي. وما نعرف نجربه. المهم يونس ما غيردش البال الفرق، خصك دابا بهذاك الفيتر ديري جوج شرطات. يلا سير ابتسام، جوج ديال الشرطات فين ما درتيهم هو راه ما غاديش يلاحظ. والفيتر غليظ، وهذا نقطة، هذه ماشي شرطة. شرطات كبار هذو. باش ما يبانش الفرق بيناتهم. ودابا الأصدقاء خصنا نستعملوا شي حاجة باش نردوهم شراطي، حيت هادو راه نقاط. نقاط. سربي هو كيتسنى. ويونس صافي بارك عليك من اللعب. شنو؟ ابتسام ها هي راه جابت التيست. ولكن واحد القضية، علاش ما بغيتيش تشوفيه؟ ما بغيتش نشوفو، خصكم نتوما اللي غتقولوا لي أنا خايفة. مخلوعة. يلا عرفتي ما ديري، غمضي عينيك وغنعطيو ليونس هو يشوف. يونس إلا كانوا فيه جوج شرطات يعني شنو؟ هي حاملة. حاملة. سير قلت لك عارف. يلا عطيه التيست ابتسام أخوتي مخلوعة، عطيه التيست يشوف، غمضي عينيك أنت، شوف يونس شحال من شرطة فيه. جوج. يعني شنو؟ باقي صغيور. وي باقي صغيور، ولكن ما يمكنش تكون حامله. بغيتي عاوتاني بيبي واحد؟ وي. عرفتي شنو غنديرو دابا يونس؟ غادي نتاكدو وغنمشيو عند الطبيبه. الطبيب هو اللي غياكد لينا، لان التيست ابتسام مره كيكون صادق ومره كيكون كذوب. غنمشي انا وابتسام عند الطبيب. الاصدقاء قلنا ليونس غنمشيو عند الطبيب، ولكن حنا ما غنمشيوش عنده لان ابتسام ما حملاش. انما دبرنا على واحد الفيديو خطير ديال بيبي اخوتي في كرش ديال ماما. هذا هو اللي غنخدمو في التلفازه ونقولوا ليه هذا هو البيبي اللي كاين عند ابتسام. باش يتيق زعما حنا شفنا الملامح ديال البيبي. زايا. المهم اخوتي راه غتسمعوا الغنى، لحقاش شي ناس حدانا عندهم اسبوع ولا عرس. فرحانين بك ابتسام بالمولود الجديد، فرحانين بيانيس حتى هو فرحان. المهم الاصدقاء هذا هو الفيديو ديال من ابتسام ديال البيبي. دابا نعيطوا ليونس باش يشوفوا. ها هو غنخدموه في التلفازه الكبيره باش يشوفوا واضح. يونس اجي تشوف، جري 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 جري. سمعتينا شنو قلنا؟ دابا غتشوف الملامح ديال خوك ولا اختك، ما عرفتش ما عرفتش. راه غنديروا الحفله ديال جنس الجنين. يلا طلع طلع الكرسي، بعدا طلع الكرسي. زيد زيد زيد. يلا ورك عليها ابتسام باش يشوف الملامح ديال خوه. يلا دور دور تشوف الملامح ديال البيبي. شوف مزيان كيشبه ليك وكيشبه ليا ياك.
الثاني كيش بحال يانيس. شوف يانيس فرحان. عاودي عاودي من الاول. شوفوا الاصدقاء بصح نيت كيشبه يونس. سي قلتها لك قلت لك كيشبه يونس. ها انتم الاصدقاء شوفوه بشكل واضح. ها انت بتشوفوه مزيان. هاو هاو شوف مزيان. شوف مزيان كي داير. ها شتي البيبي زوين. نمشيو دابا نديرو الحفله باش نكتشفوا واش بنت ولا صبغيتي انت بنت ولا دري. انا دري. الله يعلم واش بنت ولا دري. احنا نمشيو نشوفو صافي. يلا المهم الاصدقاء جينا لدار مكه باش نقادو زعما الحفله ديال الجنس الجانب. وشنو غنحتاجو فيها بطبيعه الحال؟ النفاخه. هاد البالونه اللي كتكون كحله وكيكون وسطها اما اللون الازرق يعني راه الدري كما كتشوفوا ولا اللون الوردي يعني راه شنو بنيته. ولكن يون شنو قال لك بغا؟ بغا دري. اذا غنديرو هنا اللون الوردي. غنديرو ليه البنت يعني مقلب وسط مقلب. غنديرو اخوتي هاد اللون الوردي وسط البالونه وغنجيبوه غنفرقعوه قدامه غيولي كلشي غوز. ايوا وديك الساعه غيعرف بالله عندك في كرشك شنو بنيه. غنشوفو عاوتاني ردة الفعل ديالو. فراسك هو راه كيسحاب ليه واش هاد البالون هي اللي كتعرف شنو في كرشك الجنس ديال الجنين فهمتي؟ اي 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 قداش هاد البالونه ديال جنس الجنين؟ وراه غتنفخ مزال كبير. شوفي ما نفخوش بزاف لا تفرقع ولا شي حاجه. قبل بعدا ما نفخوها خصنا نخويو داك اللون هنايا. يعني كما قلنا غنخويو اخوتي هاد الوردي. يا سلام يلا فتحيهم فتحيهم باش نعمرو بهم البالونه السوداء ونفرقعوها. يونس يشوف كلشي غوز غيطلع ليه الدم غيتعصب. شحال كاين دمه ديال الحبيبات بزاف. ما راهاش باش ملي كتفرقع كيتشتد داكشي. شوف 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 شحال الاصدقاء. ويلي 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 علاش درتي هكا؟ باش نعذبك. يلا زيد ديرهم وسط البالون. اي يا 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 حنا غنعمرو اخوتي باللون الوردي. ناري الصراحه تعذبنا ما كانش عليا نخرجهم من ديك البلاصه. هاكي هاكي زيدك مازال زيدك مازال. راه شفتي شفتي مزيان شفتي مزيان. اوب 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 ناري عمرناها. ويلي 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 ملي غيتفرقع غيتشتد داك الشيء كامل. يونس لحد الان هو مسكين متيق بزاف. بصح ناري فرحان. بقى فيا والله الا بقى فيا. اش بالك نولدو صافي. انت ما عندكش مشكل. انا اللي عندي مشكل. يا سلام دابا شنو غنديروا يونس؟ غادي نفرقعوا البالونه واش نعفو ولا دري ولا دري. انت شنو قلتي؟ انت شنو بغيتي قلتي؟ دري. بغيتي دري. دابا غنفجروا هاد البالونه باش نعرفوا جنس الجاني. واش دا يونس؟ نستعد. يلا عطيه الفنيته هو اللي غيفرقعها. بلاتي نسولك الا خرج داكشي في اللون الوردي يعني شنو؟ يعني ماشي دري. يعني بنت. بنت. والا خرج في اللون الازرق يعني شنو؟ دري. هو كيقول غير دري. يلا شوف وجد لي راسك. غنحسبو حد 10 وغتفرقعها. واحد جوج متحمس فرحان. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. سير 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 وراك مزيان وراك مزيان. ما بغاتش فرقعيها انت يا بنتي. فرقعيها فرقعيها. صعيبة صعيبة هو مخلوع حيت كبيرة. يلا شوف يونس. واه فين مشات؟ فين مشات؟ سير. واه مالك؟ علاش؟ واه ما عندنا ما نديرو داكشي ديال الله اصاحبي. علاش بنت؟ واش بغيت ندير لك انا؟ وراه داكشي ديال الله. راه ربي كل مره شنو كيخلينا نولدو مره بنت مره دري واللي جات مرحبا بها. ما شاء الله. ويا صاحبي دابا هو اللي فرا الازرق. ما شفتو بنت تكون عندك بنيته اختك تهلا فيها وتلعب معاها من البنات هما زوينين. المهم اخوتي راه داكشي غريزه. راه كاع الدراري كيبغيو دراري وكاع العيالات كيبغيو بنات. يلا بوس بوس اختك في الكريشه. بوسها بوس بوسها. لا حشومه الله يضربها. ناري لا ما غنولدهاش. شوفي بنتي بقاي ما تخرجيش دابا. واش تخليها تولدها ولا لا؟ لا وبنت صاحبي زوينه. صاحبي ما يمكنش. وانت دابا صاحبي عندك خوك عندك يانيس. وعندي واخا عندي خويا. زيد خويا زيد خويا زيد خويا. غيدير منتخب دابا. شكون غيجمع هاد الروينة؟ انت. شكون غيجمعها؟ انت. اوكي المهم اخوتي 66 كشيفة باش قنعنا يونس انه الا كانت عنده اختو هذيك راه شي حاجة زوينة. وداك الشيء علاش جلسنا قدام البيسي باش نختاروا السمية ديال البنيتة. كل واحد فينا يختار سمية. صافي وغنديروا ديك الساعة القرعة. تختاري انت اول سمية شنو بغيتي؟ انا ريحانة. ها هي غادي نكتبوا ريحانة. يا سلام نكبروها مزيان. ها هي ريحانة. اوبا نخليوها تختار سوسن. سوسن سوسن. ها
يا اخوتي سو سوسن هكا كتكتب ياك سو 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 سوسن نكبروا حتى هي ناري تجي سوسن سوسن ديك اللي كتكون قرايه وكدير النظاره عند المستاج يا هذيك يونس دابا نوبتك شنو السميه غادي تختار انا مريم شنو مريم شكون هاد مريم اسميه المهم غادي نكتبوا مريم يا مريم مريم تي آه هيا مريم دابا غنمشي نخرج هاد الورق في المكتبة غيكونوا كل ورقة غنخرج منها كذا تلمرات باش نديروا القرعة الورقة اللي تهزات جوج تلمرات هي اللي غتختار صافي صافي يونس ليتس جو يا سلام دابا جينا من المكتبة وعاوتاني غنديروا مقلب ليونس ليري قتلناه بالمقاليب هيا مريم اخوتي كاينة رقم واحد وكاينة رقم جوج وكاينة رقم ثلاثة المهم هنايا تقريبا هاد الوراق كلهم مريمات هاد الوراق مريمات سوسن جبنا منها غير مره وحده هيا وسمية اللي اختاريتي انتي انا ريحانة ريحانة تاهي جبناها غير مره مره وحده علاش درنا مريم سبعة المرات باش يونس هو اللي يربح نربحوه فهمتي غير عجبو الحال اخر مقلب هذا نربحوه ماشي مشكل حيت هو اللي اختار زعما مريم دابا كما كتشوفوا الوريقات اللي جبنا اللي فيهم السميات كنطويوهم بهذا الشكل هذا الكبير وكنحطوهم في هذه الجيره باش يجي يونس يختار غنقولوا ليه راه الورقه ولا السميه اللي تهزات جوج المرات صافي هي باش غنسميوه هي باش غنسميه صافي يلا طويوهم 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 فراسكم ما جايب خبار اخوتي كلشي فيه مريم ما يمكنش تخيلي معايا ما يهزش مريم دوك الزوج يشوف هاد الناري لا الا هز ريحانه المره الاولى ما يمكنش يهزها المره الثانيه حيت كاينه غير هاك يلا عمري عمري تما عمري عمري دابا الاصدقاء غنديروا التحدي اختيار اسم بيبي مستعد واجد يلا خلطهم مزيان وما تنساش السميه اللي غادي تهز جوج المرات هي اللي غنختار هاك انا متاكد يونس غيفرح ملي غتكون مريم ها هو خلطهم كما كتشوفوا وهز ورقه يلا فتحي فتحي شوفوا شنو مكتوب اول وحده وفيها مريم 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 يونس واقيلا هو اللي غيسمي اختو يلا خلط خلط عاوتاني خلط مزيان هكاك خلط مزيان يلا هز ورقه سير 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 عاوتاني مريم اذا شنو غنسميو اختك مريم شنو غنسميو بنتك مريم مريم اشنو كديري يونس ستين ديال مريم المهم الاصدقاء ملي غفلنا عليه جينا لقيناه فتحنا عام سيدي الوريقات ولقى فيهم كلهم مكتوبه فيهم مريم شنو غتلقى عاوتاني تما سير فتح انت شنو غتلقى مريم كيفاش بغينا نقولوا لك الحقيقه شنو الحقيقه هي ان ابتسام كاع ما حامله ما حاملاش ما كاين لا بنت لا دري ويلي كاع اسمح لي ويلي كاع شنو فيها البارح درنا ليه مقلب عيقنا على الدار راه ما يمكنش شنو اللي ما يمكنش ما يمكنش ما تكونش حامله وا حامله اش راه كنضحكوا معاك هذيك الحفله وداك الشيء كامل الشيء راه غير باش نضحكوا معاك انا غادي نهز لك الدربله صافي اسمح لي راه كنضحكوا معاك كنضحكوا معاك لا 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 ما تكاش ولي 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 صافي اخر مقلب نديرو لك صافي صافي اسمح لينا اسمح لينا صافي ما حاملاش ان شاء الله ومن بعد واحد اربع سنين يكبر يا نيس وغنولدو لك 10 صافي ودراري غير دراري دراري غزاله لعبوا كورة بالبلا اضرب هنا هو فرح سهل سهل يونس تفرح سهل ما تبقاش تكع كنضحكوا معاك اسمح لي هما كيقولوا نديرو مقلب في يونس وييه راه امك ما حاملاش شوفوا غادي توصلوا 30 افرد غادي نديرو مقلب لابتسام وابراهيم ويلي صور شنو صور هشام